إيمانك شيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة قول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرصي كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لوق القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، وحنكبل بين آيات التضبات يتضبع سورة الأعراف. قال الله تعالى: إلهي بأوحر فعقر الناق هشي بي قورعين لمن كي رير ثبوت وعتوا عن أمر ربه وحي ككبرين إلهي يقابوري أمر كيسي. وقالوا وحيدا ذا يا صالح صالحو ايتنا وحد نوك انت بما تعيدنا عذاب كدنو عبسيني سيسو هرقف إن كنت من البرصالين هداد كم يتهي الرسول الله الصادر فأخذتم الرجفة وحكوها بستوقباتي قيل نلكو لقل القش فأصبحوا وحي نوذين في دارهم كريهو دي نحذو دي جاثمين كوا أفكا قوستي وأفكا ودعايا وضرنتي فتولى عنه وكرقاتي وكتقي وقال مركز ساوح ليا قومي قلضي ذيو لقد أبلغتكم لابن موان دي سوغار سي رسالة ربي ربي غيغا فرينتي سي وحيقيس ونصحت لكم وانا ندين لتلي وانا ندين دني ولكن ندين كلا تحبون الناصحين ما تشعل ذين عدي ذي دني سوء وهو ناكسان ذين شاكت واللوضا بقول هاي النبي اللوضنا وأرسلنا لوطا أما واذكر لوطا إذ قال مركو كوري لقومه تلكي أتأتون الفاحشة والمواحى الله إذن إيسان فالحمو يدنبي ما سبقكم بها آنو إذن كهرين من أحد من العالمين قف عالم كان كمدها صمر إذا آنو إذن كهرين طلف فالحمو دوامح إنكم إذن كل تأتون الرجال رقب أتقيسانو طب فلان نقطين حق الدنبوح كدائية شهوة إذن كأربيتان وإذن كتيرا وحكة دونية من دون النساء دمر كينا آن وحبك الدينو آن قل محق وذولك عين بل ككالا يو أنتم إذن كقوم قلاتهين مصرفون وحد قدبيا حد قدبا ودامور وما كان جواب قومه بولهين قل ديس جوابتو ذي ما ينقن إلا أن قالوا إن إلى هذين مويان أخرجوا وحا أخرجوهم سارة من قريتكم مقالذينا أرنبانك كفر لي إنه مراسون يقوى قلو يتطهرون إصنظيفنا ووحا بير هذين يعني إسواناتيا فأنجيناه أهله إستغي قلو ذي سيبوا نبدبادين نبلو إلا امرأته أوريدي سيمو يعني كانت وحا يهي من الغابرين كوي عذابك كهري وأمضرنا عليهم وحا نكشب نيبو لهيد مضارا وحرابك وكلو عذابه فانظروا واحد يكتاقفك للهاد ليو كيف كان سيدو النقضي عاقبة المجرمين دنبيل ياشا عربتوه سيدا سهر ربي وتلمامو ننحن وددي سواه فرانتا إبلاي سداد دبادو كالريحة ياواك حين ياي وحي وكوانين ياي هلاق السببو هاوي كل قاقينو هشيبي قورعين أشاواك قورعين إلهي أمر كيسي دين تهلا رعنا ويديدين نبيجنا ويلعنا التمين مركبنا وحكوب بالعبنتين ولهاي دول كيسي جلجلي إن يرنا وكل إنتين بعض إن يرنا ويكون هلاك سنين بداية ركابا مرك جاثم كوح ويان مرك أيدتك أفكم بودعاء تحسنا وحكت ترجمة سائل درضة من كيسات كيني أيس حريفيني وحنا هين سقاطي فأصبحوا في دارهم جاثمين دار تودي معناه كوري قود حتى ما يفر لنا لما قحنا مالك لو يتكر وأني ولا بهالكو تاجنا بكو توفي استجوا أفكا قصطاف قو دعاء نبي كان استجاهي أنتو سلا وقسي تشستو سكت جيبا وحلاي هاي أنا قو أما أنا ذي دي قط إذن لا تلية إذن كنا ديدة مركا إذن كإذن كو هذا أنا قو حلاي قبس ذا ما يعلو نبي كان إلى هاي وقسي حكسية قصة دي سنة ونبي لوط عليه السلام استغنا وحالله دري قلدي رير سدوم لورن جيري ميلهم بريغا اردن اي ايغونا دغانان جيرين تا
توحيد كي هو فري وكل يبدأ القرآن كنا من ألك لو حسي وأنا مرك وهو رينا يا عقيدة حمد أو حق الأول بأوه لنا يي عيب كلا عام كوها عين أخلاق ذوك قلوا عطي دماع إني ما قاركوت كشرتا ظلم أي سميني قلوا ولا بوح بأوه ليه كون أخلاق حمد وذو آدي آدو اللي إذا تيد رادد أيو تاسو أتاعي أما هو أباري عيبتي أي سميني فاحشة على قوت المعمل فاحشة ذي نوال فسرايو وحويان الانحراف الخلقي أخلاق ذي والله حتى وي رجي أو رجي وحقدا يا أما دوبر كبا حقدا وبا وحقدا يا ضد كيو حقي هو رئيس كذا تقو يا حقي وحلا قد يجري قال ما أهان وحقدا ما وحقدا يا وحو كنت المامين يهين ضد مصرفين إسراف واحد جذبه وحن وحي له وقلت له قال مركل لقد لقدوه وإسراف كأي حد جذب كاسون قنا يا يجنا هالكي وركل لقى إيجي وح وركودي وقصة وروري هنا إلى هذا إن الدافية لوضي أنت الله صعاته دم بيجودنا وح وعي هنا وحي إن الديدين مركي تاب العذان هنا دجالكو قاضنا وقربت كي يجرجر كي إلى هيو دق دقة أياب بالعب ثم ما هو فأوي فأنجيناه وأهله لوضي أهل كيسي بيلا هيبا نبت قليي سدا سانة إلى هاي أوليدي سسير لخسا وقرمدا iskoo halayna way qabaan rususha ilaahay oo ballan qaadka ilaahay bay ku kalsoon yihiin marka la yiri isagii ehelkiisi waa la nabad gali ehelka waxa loo yaqaan mararka qaar kood af carabiga ooridu noqda marna ehelku waxa weey oorida iyo oodka wuxuu ereygaasi u taagan yahay ka aynu inagu nala haas ninka marka lagu laado haaskii ka waran waa ooridi iyo oodki way noqdaan mararka qaar koodna haaska waxaynu ooridaynu uga jeednaa marka halkan aan haaskii ehelkiibo ereygu wada cabiray ayuu haaskii caruurtiibo ayuu ereygu koobsanayay marka la yiri faan jeenaahu ahla sadaradeed ba inaan ooridiisi ku jirin ba quraanku cadeeyo illa maraatahu kaanat min alghaabirin taa ku darin dalay taas way hadlay dadkii calaabka ku halaag sameeyay ku hadlay roob baan ku shubay ba ilaahay roob sidii loo halaagay ba marka rabbi u xusay quraanka meel kale aanu ku cadeeyay in afganbi uu ka dhacay oo dhulka halkii sareysayna wuu hooseysay ilaahay xaggii hooseysayna wuu sareysay markaasuu gantaalihiisiina cirka kaga horgufay afgambigaasaaba ku filaa laakiin cadaabkan isaguna waa calaal oo markaa caladii ilaahay ba ayaa ku badatay marka cibrada meesha ka muuqataa waxa weeye dambiilo dhan sidaas ay cidibtiisu noqotaa bal hadda kuwii halaagsamayna eeg kuwa ku ag joogay mekaan jabayaana halkaasay mari doonaan ملاحظاتكين وقم وقنايا وحوي آياتكين وأركينه فعقروا الناقب لله سبحانه وتعالى أو فرس ويقور عين هالشي فاعل قوة شمع وحبا دنبو شيقيا هل نبانا قور عقدار ابن سالف الورنجر هالشي ذا فتعاطى فعقرا كي لهاي ولينتو من ديذي قاتبو يساقو بقندوي في سورة القمر لهاي وكل شيقيا حدنا إسناد كي يجب على لوذا نسبة فعلك ما هي سببته طاي ويت تاجر صناعي دعوت باب الله قاضيو أربعة شامية نود الله مسوي نود دينا هشا وحعتك وذي وبت عن دلم في سورة النمل يا إلهي كجور رمي سبحانه وتعالى وكان في المدينة تسعة طرهد يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لا نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون انتو قوان كان لقالوا لا يرسلا عن يال أو سلا بهاش أنو دي الله إساقنا عن كدرنا آيات دباتنا من دي إساق الله ديب كما حين وقت شهدنا وحمونكر كالله إلا هذا مركا أمضو إسكو راعا أما إسو تشيبيان أما إسو آمصان إسكو اللي إسكالي كتيرا ولا وده هلاقيا مركا حمان تنحدة إن الله سمعين أيو حتى إنو أن سمعين لا إنو كرالي نقول waxaan wasta ka taageersanahay ama reerkiinu sameeynaa ama xisbigaaga ama saaxiibka ama xaafadaadu ay sameeyneysa dad raali ka noqoto ama aad ka hadli weydo wala soo raacinaya wala israaciya wabula xadal cajiib ka ah inuu ka arkayno weey waxa aynu ka arkayna halkan zalzalka iyo hadiyad jeer dhul gariirka dhacaya inuu ka mid yahay cuquboyinka Ilaahay ummadaha uu ku rido faakhadatu birrajfa زلزال كاس وعقوبة أدركيسو إنو إلهي
وبدين أيوة ولي بكو عدوه ساد رادد بوضع ماذا إسلامك أنت فراها بضان مركز دراسةها سمي كويري هاي إلى هاي وبدي يا شيء هاي عدوه على مدها آخر الزمان كانوا أكمل نبي الله عليه السلام وحهل كانوا كوع داي وحن الله إذا هذا أن عمل كان حريمك إنه إن حاجة تبقى قفك بني آدم كاو حلقة ضيع عيبت النوع عاص قصدا وحين كوها هنا قرآن كل نوع ده قل هذه وجوه الرئيسين هاي لكن قل هذه وجودا بيسى ما ينقال قل هذه وجودا بيسى ما هي ما أنت هلكي مريس هلكي مريس وحين كلين قال هذه وانو البحني وانو سيل البحني إلى أنو تبضت ضدك صوت عبنا ذي كلين وحبنا وما هرين قرون والبوان والاقني وانو صور لما ين حرية دودي هلك أسار مرينا أمريكا أرين تاسوا أرين ضد كمركا هذه شر لقان حمضة كسي حيل دارادا وحول أو حران أبو يكسر الجارد مركب برجها صوب بلعبنتو لكن ما أنت ناوي سيس عطاوة وشيء هذه شر فواحش كوسي فالحوي وحين مركا إن النبي قال مركو الله الله إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء شهوة معناها مال أبتات هي الربيتان ماشي أنا ماشي الربيتان هي الدرين لا يعلن لها ما هبلين شهوة هي الدرين وحلا يعلن لها ندقة والله بكو يعلن لها إذا مر كأو حلا جفهمي أركين نوح خلاف وح خلاف سينها عقلها هي شرعها هي عرفها أنت بو خلاف سين عقلي علمي عرف بو خلاف سين عقلك وما سأنا حيا أنت نوعنا ودبها يمكن حوله ما سمعيا في ضرضة بخلاف سنت عقلي ما أقوله علمي السماوي جانا ما أقوله عددي ونكسنيدنا ما أقوله مركب ماشي شهوائي الدرين لا يعلن هذا ما نال قلوني قشن كسر بحيه إن قف بني آدمي الدرين وياشو وإسراف بل أنتم قوم مصرفون الإسراف كون نوعي بدني هاي إسراف كي حاجة قلمضة أيه نقطة تاس سكلها دي الله يقو وحلا يداه ضو نجورك أما قلمضة اللي هو جمد شيء ذم لقضاء الشهوة قف كونها مدقوت الدين يضد بأو مهمس إنه دين تيسا كل رقم يو أجر ويا بالمرين ودون أيه وقلمضة يكره هذين أيه هي إن ضد ودون أيه أو طريقة دي ضدكو وكثر من الهوي لبضة بنوي كسور شيء ده labada way ka soo horjeeda maanta gaalada waxa sameeyay walaaqaya daraasadahooda qoladooda khubarada caafimaadku waxay cadeynayaan inta cudur laga qaado inta cudur laga qaado marka sida u tiriso wax aad loo la yaabo wey waan cida fireysa jirina iyagu ay cadeynayaan hadana way sameeynaan marka dib u eegto waxaad arkaysaa qofka muslimka marka laga xogbato sidoo nabi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam دل كيس يدد كيس غريب وكل نقرية دي اللقاء يطالبته والله قاش يا جانا يا دل كي يدد كي يدوية ده بقى لما كان ده واحد كم ده هاين وما ده كم ده هاين تذكرهم يجي أتنا واحد ده هاين أخرجوا من قريتكم وفيرس المجال ده نكسر بيه يعني ما ومية كلين المجال ده ده أنت الرومايسين اللي جاني يجوا بوا وما ده كم دي يجوا بوا وما ده كم دي لكن مركز اللقاء حق بتوه لق مستافرين يعني dal kana waxba kuma lihid dunyadaadana waa laga reebaya waa lagu dalacaya taasina waxay sheegaysaa diin la waa hadduu ka awood bato meel lagu ogolaan maayo mustaafir baad ku qoranti innahu munasib wa ka nabiga markaa laha calayhi salaatu wasalaam bada diinu gariiban wa sayuutu gariiban kama bada islaamku gariib ku bilaabmay gurbadii baan ku dambayn doona hadarkaysa nimanka bal hadda waxa lagu mustaafurinayo ee dalka lagaga eriyay bal hadda u fiirso waa maxay kiiskoodi iyo dambigu waa maxay innahum unasun yatataharun wal waa isnadiifinaya maanta isnadiifinta laftigeed iyo dahaaradi waa dambi inuu qofku nadaafad qaato qurunka iska ilaaliyo kalma meeshi xalaash ahayd ka raadiyo ku daafada iska ilaaliyo waa dambi leh nafsa shay maanta waa sidii uu qofka muwaadina ee arrimahan ka hor yimaada ilaahay hadda gaalada nimankii oran jiray galbeedka waa noo ilbaxnay
arrimaha qoomuludka iyo waxa ninka ka hor yimaada calaamado ay leeyihiin oo ururay leeyihiin oo ururada qofka wax ka sheega walaa wadaad wacdiyeena ha ahaado mid xisbiyaha meel ka hadlayna ha ahaado jawaas passportkana ha laga qaado dalkana ha laga mastaafuriyo ayay maraysa innahum unasum yatadaharun waba isnadiifinayaan daba fuulinimadeedii ayay ka fogaadeen bay ku leeyihiin wadiga arkayo dee ummadii islaamka ay soomaalideenni ka mid tahay waxaa laga qaylinayaa caruurtii baa loo dhigayaa yaryarayd iskuullada lagu barayaa hadda qoomuloodka sida la isu waxeeyey iyo sinadiiiyo baa lagu barbaarinayaa meelaha hoosaa looga soo bilaabaya sidaasaa loo sameeyaa saasaa loo sameeyaa waxaasi xor dadku xor bay u yihiin waa xuquuqdooday ka mid tahay marka haddaad soo qaadana innahum unaasun yatadaharuun waa mastaafur baad ku qoranta marka weli halkii bay maraysa waa xikmada uu qur-aanku inoogu sheegaya roob waxa weeyaan waa laba qaybood madaru raxma waa madaru suu roob ku sheeg cadaaba iyo madarkii raxmada sidaa daraaddeed bay tahay marka ilaahay uu roobkiisa inoo keenayo inaynu barayno kii raxmaadka ah inuu noqdo waayo qoladii reer caad markii ay arkeen daruuro ku soo hagaagay dooxyadoodii ayaa waxay dhahaan haadaa caaridun mumtiruna wallaahi kani waa roob inoo daaya bal huwa ma istacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم مركا إن إله إلا بريه سيدو النبي قول بريه جري عليه الصلاة والسلام كور وري جري النبي مركو ضروره يسقص ساق بصدر أقبل وأدبر وخرج ودخل كل قول قلي جري وبحيا وعقت علينا يا إلهي ببريه إنه عذاب كذلك مركا إن دير دي بكيسة إلهي لقم مغن قلور ريفتيسة لو يديستو ووحا نصوص طوائنا بريه سوي فانظر كيف كان عاقبة المجرمين نظر كان يا أجمدني يا صعد كان مد الحيس معها مد تنزهنا معها لكن هو مد اعتبار اعتبار هدو مجرم كي هل كي تاجين هاي كوا سوحى السمائي السجون السمائي هذا تيوم بعو تعلى أجو أذونا أولياء إلهي إن أتكمد نقطها كتناسل سيأت بد بعد هذا وهالشيء السجو هلاك بهلية والله أعلم يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واصم به قلبي من الشيطان